أكثر واحد من مشاهير العراق تحبيه؟ منو غيره؟ هو هذا حبيب الروح. هاي تأبر قلبي. أنتي هندية؟ إيه أنا هندية. دي أن أي عندي جد هندي. لو جت لك فرصة تسوين عملية تجميل شنو راح تسوين؟ أنتي حلوة روحك طيبة ماكو من الجمال داخل نننننننن. أوكي. شكراً. شنو راح أسوي من عملية تجميل إذا جت لي الفرصة؟ مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ أتمنى تكونون بخير، أنا الحمد لله بخير. واليوم الفيديو راح يكون أسئلة وأجوبة بمناسبة نهاية السنة 2018، فرحنا إحنا داخلين على 2019، فقلت لكم سألوني أسئلة، وإذا تريدون سألوني أسئلة محرجة سألوني أسئلة محرجة بالإنستغرام، بس للأسف معظم الأسئلة مو محرجة، ما عدا عندك حبيب وأنا ما عندي، فهذا مكرر. قبل لا نبدأ الفيديو أحب أقول لكم أنه بهذا الفيديو راح ألبس ألبسة محل ألسي وكيكي اللي وصلتني من موقع ألسي وكيكي مصر، وهذا الفيديو هو بالتعاون مع ألسي وكيكي مصر، فشكرا لألسي وكيكي مصر أنه دزولي هاي الهدوم. طبعا هذا هو شكل موقع ألسي وكيكي مصر، تقدرون تصفحون الموقع مثل ما تشوفون، راح أحط لكم رابط الموقع هذا بصندوق الوصف. وهسه خلينا نبدأ الفيديو. أول شي راح ألبس هذا الفستان المنقط، حسيته كلش حلو ناعم ونازك وبناتي، وانتو اختارتوا لي إياه حتى ألبسه بهذا الفيديو، فهذا أول سؤال راح أجاوبه بهذا الفستان. بعد ذلك راح ألبس هذا الفستان، هذا الفستان لونه ماروني كلش حلو تحت الركبة يوصل، وانتو اختارتوا لي إياه، وبصراحة كلش عجبني ذوقكم كلش حلو. ايضا لبست هاي البلوزة الحمراء مع هذا البنطرون اللي من ألسي وكيك. هذا البنطرون هو عبارة عن بنطرون مصنوع من قماش لونه اسود، وهو بنطرون مثل يعني انه رسمي للرسميات مو جينز. بعد ذلك لبست هذا التيشيرت ابو شراشيب ويا البنطرون الجينز الاسود اللي ايضا من ألسي وكيكي، عجبتني كلش هاي الشراشيب واختاريتوا لي انتو، وكان هذا يمكن أكثر شيء عليه تصويت لأنه كلش عجبكم وكلش عجبني أيضا. بعد ذلك لبست هاي البلوزة، طب لونها سودة ومنقطة أبيض كلش كلش حلوة عجبتني، ولبست فوقها هذا الجاكيت اللي عندي، جاكيت طبعا مو من ألسي وكيكي ولكن البلوزة من ألسي وكيكي، ولبست وياها البنطرون الجينز الأزرق اللي هو كذلك من ألسي وكيكي. بعد ذلك راح ألبس هذا التيشيرت اللي انتو اختارتوا لي اياه، مكتوب عليه كلمة فيجن وبطريقة انه لماعية، ما ادري شلون انه هيك بارزة، حسيت انه هذا النوع من الكتابة هو للمراهقين اكثر شيء، انه المراهقين راح يتونسون عليها، بس مع ذلك لبستها وانا مو مراهقة بس رجعتني يعني الايام المراهقة. هاي الهدوم عرضتها عليكم بالانستغرام واحد واحد، وخليتكم تصوتون شنو ألبس بهذا الفيديو، فرح بهالفيديو راح ألبس الهدوم اللي انتو صوتوا عليها بالإنستغرام اللي عجبتكم يعني، راح أعرضها عليكم خلال الفيديو. ويلا هذا هو، خلينا نبدأ بالفيديو. أول لبسة لبستها بهذا الفيديو هي هاي اللبسة اللي هو فستان، وراح نجاوب على أول سؤال. يلا نبدأ. أوكي، إيهاب من إيهاب فتنس، الشيف إيهاب، لا الشيف شنو، كابتن، هو هم شيف، شيف كابتن، كابتننا وشيفنا إيهاب فتنس يسأل، شنو أكثر فيديو أنت فخورة سويتيه بقناتك، وشنو أكثر فيديو ندمانة أنك سويتيه؟ طبعا هذا السؤال يراد له مخمخة وتفكير، لذلك أنا مخمختها فكرت بها قبل لا أصور الحلقة. راح أنطيك أكثر فيديوهات عجبتني أو فخورة بها، هي فيديو الرجيم طبعا اللي قلت لكم بيه شلون ضعفت، شلون حققت حلمي أو يعني الوزن المثالي من دبدوبة شوية، يعني مو سمينة شوية دبدوبة إلى رشيقة، ونصحتكم هواي نصائح، وهذا الفيديو هواي ناس استفادت منه، حسسني بالفخر، حسسني إنه سويت شيء، يعني سويت شيء لهالناس لهالعالم. عندي فيديو سجلته ويا بيبيتي جدتي، كان فيديو كلش حلو وكلش كنت فخورة بهذا الفيديو، بس للأسف إنه بسبب ضغط يعني وبعض الظروف، إنه ضغط من العائلة والأقارب، اضطريت أشيل هذا الفيديو، وبيبيتي يعني
ماكو هواي منها بالعالم هسه، ماكو هواي من هالنماذج. يعني بيبيتي إنسانة كبيرة بالعمر ومرت بتجارب هواي بحياتها ومثقفة ومحبوبة وكلش أنا فخورة بيها. اللي لحق يشوفها شافها، واللي ما لحق ما شافها للأسف، واللي شافها أكيد استمتع بمشاهدته. الفيديوهات اللي ندمت عليها، أو خلينا ما نقول ندمت عليها، خلينا نقول غيرت شخصيتي فغيرت فقمت ما أسويها ولا راح أسويها مستقبلاً، هي الفيديوهات التمثيلية اللي ما بيها أي فايدة واللي تخليني أضحك. يعني خلاص إنه سويتها بفترة من حياتي بألفين، ومو ندمانة عليها بس إنه بعد خلاص ما أسويها، خلاص كبرت عليها غيرت. وأنا بقيتها بقناعتي، يعني مو راح أشيلها، لا بقيتها لأنه الماضي هو جزء مني وأنا جزء من ماضي. يعني هذا الماضي مالي، فشان ما راح أتخلص من الماضي مالي، لأن الماضي هو بسببه أنا صرت هسه هاي الإنسان اللي هسه هي أنا. صراحة ذوقكم حلو حلو، هذا الفستان عجبني. يلا نكمل، جاوب على السؤال اللي بعده. أكثر واحد من مشاهير العراق تحبيه؟ قلت ليش تسأليني هذا السؤال؟ منو غيره؟ هو هذا حبيب الروح اللي كل البنات تحبه، اللي أموت عليه. من هو؟ هو هذا أحبيني بلا عقدي، ولك أنا أحبك وأحب كاظم الساهر، هاي تأبر قلبي. ليش أنت دائما مبتسمة؟ ليش ما أكون مبتسمة يا سارة؟ ليش؟ ابتسامة حلوة، وبالعكس يعني وجهي يكون يمكن أحلى، أتوقع أنه أنا وجهي أحلى بالابتسامة بتخلينا أحلى، فليش لا؟ أنتي هندية؟ إيه أنا هندية. على سالفة الهندية، من فحصت الدي أن إيه الخاص بي، هنا بأمريكا عندنا شركتين يفحصون الأصل مالك من وين. يعني شركة من هالشركتين قالت إنه أنا عندي 1% جينات هندية، والشركة الثانية قالت أنا عندي 4% جينات هندية. يمكن يكون عندي فعلا جد هندي، لأنه دائما هنا بأمريكا دائما يعني العرب والأمريكان والهنود من يشوفوني يعتقدون إنه أنا هندية. ما أدري، جوز أنا صدق شكلي هندية، ملامحي بيها شوي هندية، دي أن أي عندي جد هندي، ولا هو شوية يعني 1% و4%، يعني كلش نسبة قليلة، بس إنه طالعة بوجهي هاي الملامح. هندي شقد أحب ابتسامتك، بتنسيني في كل همومي وأحزاني. حلوة قلبك، أنت حلوة والله، ابتسامتك حلوة. يعني عجبني تعليق هالبريء وهجي طفولي، وحبيت أشاركه وياكم. السؤال الجاي من رقية، تقول أكثر يوتيوبر بنية أو ولد حابة تلتقين بي؟ أنا حابة بصراحة ألتقي بكل اليوتيوبرز، كل اليوتيوبرز اللي عرفتهم كل هالسنين وحجيت وياهم أتمنى ألتقي بيهم. شلون أشرح لكم إياها؟ أحيانا ننحرم من أشياء بنحس كلش بقيمتها، اللي هو أنا محرومة من السفر، من راح ترجع لي القدرة على السفر راح كلش أكون ممتنة لهذا الشيء الوجودة بحياتي، اللي بحياتي ما كنت أعرف قيمته إلا من فقدته. عندي هواي أصدقاء يوتيوبرز أتمنى ألتقي بيهم. صديقتي أسرار اللي أول، يعني أول يوتيوبر يمكن من أوائل اليوتيوبرز اللي تعرفت عليهم هي أسرار. كابتن إيهاب، الكابتن اللي ضعفني وخلى براسي واهس يعني الرجيم والرشاقة، وبصراحة ممتنة إلى كلش اللي سوالي إياه، فأتمنى ألتقي بيه أيضا، وكل اليوتيوبرز بصراحة ألتقي بيهم. حبيبتي هنودة، أنا أحبك هواية، وأنا أحبك هواية هم. سؤالي إلك، عندك صديقات وأصدقاء مقربين كلش بحياتك اليومية؟ وإذا عندك ليش ما تحكينا عنهم أو نشوفهم في فلوقات يومية؟ ونحاقش تعرفين عني أكثر. عندي أصدقاء مقربين بحياتي ما يحبون يطلعون بالسوشيال ميديا، يعني مو كل الناس تحب تصير مشهورة أو تطلع بالسوشيال ميديا، وأنا أحترم هذا الشيء عندهم. بس الصديقة اللي أنتوا شفتوها على السوشيال ميديا اللي هي صديقتي المقربة، زمان تعرفت عليها عن طريق اليوتيوب، بالصدفة التقيت بها بحفلة كاظم الساهر، ومن عندها صرنا صديقات، وبصراحة هاي أحلى صدفة بحياتي. من الناس اللي وجودهم بحياتي، يعني شلون أحكيكم، إنه الناس اللي ما أريد أخسرهم، اللي وجودهم بحياتي أضاف لي هواية، ومثل هم
كنز موجود بحياتي. فتقول لي عندك سلمى يا محاجبتي الأيمن، شنو سرها؟ أول شيء شكراً لأنه انتبهتي على سلمى، إنه معناها إنه أنت متابعتني من صدق وتحبيني. شفتوها؟ هاي هي، شوفوا نعصب تبين أكثر. سر السلمى هاي، صار عندي أبو خريان، إحنا بالعراق نسميه أبو خريان، اللي هو مرض الجدري المائي، اللي بالإنجليزي يتسمى chicken pox. طلعت لي حبوب كل جسمي، والحبوب من تيبس وتحكوها وتشيلوها من مكانها تترك أثر، فهاي الحباية أنا لعبت فيها وشلتها من مكانها فتركت أثر للأسف. أوكي، نجي للسؤال اللي بعده. تقول ارفعي شعرك، سوي حركة ذيل الحصان مع غرة، لوك مختلف عن العادة وتغيير أحسه جميل عليكي. هذا مو سؤال، هذا هاي أوامر. ها تقول سوي غرة، نزلي غرة. أشياء البسيطة اللي تسعدك، الكلمة الحلوة تسعدني، شوكولاتة تسعدني. والله جاي أحس بشعور غريب أنا من جاي أحكي ورابطة شعري بدون مراية، فأعتذر منك يا حبيبتي. الأطفال البيبيات هيك من يضحكون، من أشوفهم فرحانين يسعدني هذا الشيء. الحيوانات تسعدني، البزونة. نلعب شوي بالشراشيب هاي، خلي أغير قميصي. أبو الشراشيب، أبو الشراشيب. طبعا هسه راح البس هذا، هاي القطعه. اوكي، هاي القطعه جبتها من ألسي وكيكي مصر. راح البس فوقها هاي القطعه، هاي القطعه مو من ألسي وكيكي بس انه راح البسها فوقها. لو اجت لك فرصه تسوين عمليه تجميل، شنو راح تسوين؟ انت حلوه وروحك طيبه، ماكو من الجمال داخل. اوكي شكرا. شنو راح أسوي من عملية تجميل إذا جت لي الفرصة؟ أصلاً أنا عندي جراح تجميل كلش ما أدري، أحس هذا مو حلو وياه. لحظة خلي غيره. عندي جراح تجميل كلش شاطر، يسوي سيليكون ونحت جسم، شفط دهون، قمازات، يمكن يسوي سيليكون، أهم شيء السيليكون. فأنا عندي جراح تجميل ممتاز، أقدر أسوي عملية تجميل خشمي عنده. أنت تريديني أسوي الخشمي؟ يعني إذا تريديني أسوي الخشمي. بس أنا ما راح أسوي عملية تجميل، لا الخشمي ولا الحلقي ولا الأسناني ولا أي شيء، لأن خلاص يعني أنا مقتنعة بشكلي وحابة شكلي، وماكو داعي أحط نفسي بنج وعملية، لا أنا ما مضطرة. أما تعرضتي لتجريحات وناس تعيب وكذا، لأن مجتمعنا مو خالي من هالظاهرة وينتقدون عيبون، وشون قدرتي تتخطي؟ بصراحة تعرضت الانتقادات والتعليقات على شكلي من ضعفت، قاموا الناس يقولوا لي هاي شنو، كنتي أحلى من كنتي سمينة، ليش ضعفتي صرتي ضعيفة؟ وأنا ما أهتم يعني الكلامهم، لو أهتم كان سمنت روحي مرة ثانية. هاي هو هذا جوابي يعني اللي تعرضت لتجريحات. إذا أنت عجبتك نفسك، ليش تتغير على مودهم؟ حتى واحد من التعليقات اللي أجتني إنه شكلك القديم كانوا الخطاطيب يجوك 10/10، شكلك الجديد 1/1، فرجعي على شكلك القديم القديم حتى يجوك الخطاطيب 10/10. راح البس هذا، هاي القطعة اختاريتوها انتو، عجبتكم مع انه ما عجبتني بصراحة، لأنه حسيت شوية عريض هذا القميص، بس الظاهر هي هاي الموضة انه الناس قامت تحب الملابس العريضة واللي بيها لماعي مثل هذا. راح نلبس على الموضة هسه. شنو تصير لسارة فدوى؟ جاوبيني، صار عندي فضول من شفت البارحة الفيديو اللي نشرته وانتي وديتي لها هدايا. أنا عبير من العراق. سارة تصير صديقتي اللي واحد، هي واحدة من اليوتيوبرز اللي أتمنى ألتقي بيهم، صح؟ وما ذكرت اسمها، شوفوا أنا خاف أذكر أسامي وأنسى أسامي بعدين يزعلون. شوفوا هسه هاي سارة، هسه ذكرتها. فسارة صديقتي، تصير لي صديقتي، تعرفت عليها من اليوتيوب، إن شاء الله أنا وياها نلتقي بيوم من الأيام. أقسم بالله إنك جميلة إلى أبعد حد، وباين الطيبة من عيونك الحلوة. حبيبتي شكراً إلك على تعليقك الحلو، وخجلتيني بصراحة. شو قررتي راح تجيبي قطة؟ شو راح تسميها؟ وشكرا لك، وانا بحبك، متابعتك هبه. شكرا يا هبه، وانا بحبك كثير.
قبل كم يوم بالإنستغرام قلت لكم راح أجيب قطة أو بزونة، وقلت لكم شنو تقترحون أسميها. بصراحة جد هو اقتراحات حلوة، عجبني اقتراح كهرمانة، بس بعدين قررت أسميها لو جنطة لو ساعة لو ثلاجة، لأنه فكرت قلت أسميها اسم أكل، بعدين فكرت قلت لا خلينا نبتعد عن الأكل. زين أسميها أسامي مثل لولو سوسو بومو حوحو؟ لا، يعني هاي أسامي مألوفة، أريد بزونتي تكون مميزة. بعدين فكرت قلت أسميها أسامي بشر؟ لا، ما يصير نسميها منى أو سالي أو هاي، عيب عيب. ردت أسميها حمدية لأن اقترحتوا لي هذا الاسم عجبني، بس هذا اسم بشر. زين وأكو ناس عارفهم اسمهم حمدية فراح يزعلون يعني، فقررت أسميها أسامي جمادات البزونة. فقلت أسميها طاولة؟ لا، ما أسميها طاولة، قلت أسميها لو ساعة لو ثلاجة لو جنطة. أنا جاي ضوع الجنط اللي عندي، بس للأسف أنه ليه سجاي أدور على بزونة ما جاي ألقى، أنه أنا أريد بزونة بمواصفات معينة، بما أنه عندي حساسية من البزازين لازم أدور على بزونة يكون النوع مالها نقي، يعني مثلا إذا الفصيلة مالتها يعني تكون نقية مو مهجنة مو مختلطة بفصائل ثانية، وتكون هاي الفصيلة معروفة بأنه جيناتها ما تفرز هذا البروتين اللي أنا عندي حساسية منه اللي هو بروتين البزازين. فلهذا السبب أنا متأخرة بالبزونة مالتي، يعني لهسه ما لقيت هاي البزونة اللي بهالمواصفات هاي. ها هي خلصت الأسئلة، شكرا موقع إلسي وكيكي مصر على الملابس اللي دزيتوا لي إياها اليوم اللي أنا لبستها بهالحلقة هاي. لا تنسون تشيكون الروابط، روابط إلسي وكيكي مصر موجودة بصندوق الوصف اللي حاب يشتري من هذا الموقع. بصراحة إلسي وكيكي هي من أحسن الماركات المفضلة عندي، كنت كلش أحبها من كنت بالعراق، وهسه اشتغلوا وياي ودزوا لي هاي الملابس، فاشكرهم كلش وفرحانه كلش انه انا اشتغلت وياهم. اتمنى اشوفكم 2019 ان شاء الله تكون سنه جميله ولطيفه، واسوي لكم هواي فيديوهات ب 2019 اكثر بهواي من 2018 سنه راحت وعدت، تجي سنه جديده احلى منها ان شاء الله. بلكت ان شاء الله اسافر ب 2019 والتقي بيكم، واحبكم كلش كلش كلش. أشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي، مع السلامة.